دعونا نرى بعض التغييرات في قوائم وير أو إس 6. على الريموت اضغط على سيريال هوم. بخلاف المشغلات الرئيسية للإصدارات السابقة لويب أو إس، سيتم فتح هذا المشغل في وضع ملء الشاشة، مما يتيح عرضاً كاملاً لجميع القوائم. هنا يمكننا التحقق من حالة الطقس في أي مكان بكتابته. يتيح هذا الخيار الوصول إلى المعرض. من هنا توجد مجموعة متنوعة من الخلفيات المخزنة على التلفزيون ومتاحة أيضاً للتنزيل. من هذه القائمة يمكننا أيضاً العثور على العديد من ميزات AI المضمنة في تلفزيون LG، والتي توفر أفضل تجربة مشاهدة. عندما ننتقل إلى أعلى اليمين، سنجد رمز بحث لمحتويات مختلفة من تطبيقاتنا المدمجة مثل يوتيوب ونتفليكس. نحتاج فقط إلى كتابة عنوان المحتوى أو الفنان أو ربما النوع الذي نبحث عنه. وستظهر النتائج في غضون ثوان، مما يجعل جهودنا أسهل بكثير. مع تقدمنا خطوة واحدة لأسفل، سنجد جميع قوائم التطبيقات لدينا، حيث يمكننا فتحها بنقرة واحدة. في حالة رغبتنا في تغيير الترتيبات الافتراضية، نحتاج فقط إلى النقر فوق رمز تعديل قائمة التطبيقات في الطرف الأيمن من القائمة. يوجد خياران لترتيب قائمة التطبيقات: خيار التحرير الذكي الذي يتم ضبطه بناء على تكرار الاستخدام الأخير. اسمع خيار التحرير اليدوي بالتعديل يدوياً وفقاً لمتطلبات المستخدم. يتم التعديل اليدوي عن طريق النقر فوق التطبيق المطلوب وتحريك المؤشر إلى الموقع المفضل. لإزالة أحد التطبيقات، ما عليك سوى النقر فوق التطبيق والنقر فوق الحاوية في الجزء العلوي من التطبيق. لاستخدام خيار التعديل الذكي، ما عليك سوى النقر فوق رمز التطبيق وسيقوم التلفزيون نفسه بالترتيب. عندما ننتقل إلى الصف الثالث، سنجد اتصال الجهاز والمدخلات. تعرض لوحة معلومات المنزل مدخلات التلفزيون مع عرض متميز على اليسار. خيارات الإيربلاي وبلوتوث والصوت في المنتصف. يوجد أيضاً اختصار لأجهزة إيربلاي ومخرج الصوت ضمن القائمة. هنا في نهاية القائمة نجد جميع الأدلة المطلوبة لاستخدام لوحة معلومات المنزل. في الأسفل نجد أبرز المحتويات والتوصيات المفضلة لدينا من يوتيوب وأمازون برايم فيديو لسهولة الوصول إليها.